شاهين ياسين محمد قائد الدفاع الجوي بمناسبة بأنه بدأت العدوان. هذا رئيس جاية جديد في شخص نحشي بالعامي جديد، وكما متابعاتي لهذا الرئيس فهو لا يمتلك القدرة على إدارة بلده من الخارج، يعني ما عنده قدرة للسياسة الخارجية، فيعتمد على مستشاري. أنا سمعت تصريحات وزير الخارجية البارحة، بعد أن سمعت وسمعت أيضا تصريحات بوش الابن نفسه. لو أنتم صحفيين ويعجبكم التحليل، وأنا شخصيا يعجبني التحليل ويعجبني أن أدور بين السطور، لكان بأن وزير الخارجية نفسه كأنه هو المدعي أكثر مما يدعي وزير رئيس الجمهورية نفسه. الطلعة الواحدة اللي 33 دولة قد تصدى لها العراق وقد هجمت العراق، كيف يكون نسبة النجاح؟ وكيف يقدر هذا الخائب بأنه قد نجح في معركته وفي في قيادته حتى يصبح الآن سياسيا ليقود أمريكا دبلوماسيا ويهدد بأنه للعراق لنا رجعة معه أخرى؟ فنقول له ونحن العراقيين بأنه نبقى نقول لا إليك، ولا تصريحاتك تهمنا ولا ادعاءاتك ولا قدرتك ولا منزلتك السياسية.